حياكم الله مشاهدينا في طبعة جديدة من طبعات اليوم في الصحافة وأخبارها المحلية والعربية والعالمية، لكن بعد الفاصل. مشاهدينا، وكما طلعتنا صحيفة الصباح بعناوين متعددة على صدر صفحتها الأولى، في ذاكرته الثالثة والذاكرة الثالثة، العراقيون يستعيدون ملاحم النصر على عصابات داعش الإرهابية. الكاظمية، العراق قاوم كل أنواع التقسيم والاحتلال بالثقافة. أيضا من ضمن العناوين في الصباح، العام الدراسي الماضي سنة عدم رسوب. البرلمان ينهي تقرير ومناقشة مشروع قانون تمويل نفقات الانتخابات، والختمة الاتحادية يقترب من إطلاق مبادرة توظيف. عناوين أخرى متعددة في الصباح، دراسة لإنشاء صندوق التنمية الثقافية، واتفاق عراقي مصري على زيادة الحركة الجوية. الحكيم، مسؤولية مكافحة الفساد تقع على الجميع. وصالح يؤكد ضرورة التكاتف الدولي لمواجهة التحديات. هذا أهم ما جاء على صدر صفحة الصباح الأولى. مشاهدينا، إلى فقرة مقالات، لكن بعد هذا الفاصل. نشرت الصباح لهذا اليوم مقالا لعلي حسن الفواس تحت عنوان حقائق التحرير ومسؤوليات الانتصار، تابع التفاصيل. للنصر توصيفات متعددة، لكنها تتجهور حول معنى واحد وتكشف عن قيمة واحدة، هي قدرة الإنسان على تحقيق هدفه وعلى نجاحه في مواجهة الشر بكل ما يعنيه هذا الشر من إرهاب وتكفير وكراهية. النصر العراقي الكبير على عصابات داعش الإرهابية في العاشر من شهر كانون الأول لسنة 2017 هو العلامة العميقة للزمن الوطني ولمعنى التحرير ولسمو قيمته الإنسانية ولنجاحه في القضاء على أخطر جماعة إرهابية. فما حمله النصر من معنى إخلاقي لا يقل شأناً عما حمله من معنى سياسي وأمني وثقافي، إذ تبدى هذا النصر من خلال المعطيات الواسعة في الواقع وفي الاجتماع السياسي والثقافي العراقي. فجريمة احتلال مدينة موصل ومدن عراقية أخرى كانت من أكثر الأخطار تهديدا لهوية العراق الجامعة ولأمنه السيادي والسياسي، فضلا عن أمنه الإقليمي والدولي، مثلما كانت تهديدا لمشروع الدولة الوطنية ولخياراتها في الديمقراطية وفي تنظيم آليات وسياقات الحكم والإدارة، بعيدا عن ذاكرة الدكتاتورية والقهر والاستبداد. مشاهدينا، يسعدنا أن ينضم معنا في طبعة اليوم الأستاذ غانم العفان، الخبير الأمني والاستراتيجي. صباح الخير أستاذ غانم. مع مرور الذكرى الثالثة للنصر على عصابات داعش الإرهابية، كيف تقرؤون أثر هذا الانتصار بعد مرور 3 سنوات؟ شكرا جزيلا. بداية أهم الشعب العراقي كافة بهذه المناسبة السعيدة والكبيرة بحجمها وتحياتها، وندعو الله سبحانه وتعالى للرحمة للشهداء الأبطال والشفاء للجرحى. يعني هنالك بكل تأكيد، يعني أنا تلمح لي من هذه المناسبة السعيدة والكبيرة، يعني تلمح لي قراءتين. الأولى يعني قراءة أمنية، وانعكاس هذا يعني النصر الكبير على قدرات التنظيم من خلال إضعاف قدراته وتكثيف موارده، تغذيته وتحطيم هيكليته وتمويله من قدرة عسكرية إلى من تحويله من قدرة عسكرية إلى بنود ضعيفة. ويعني هنالك قراءة أيضا هي قراءة اجتماعية، وهو حقيقة فقدان التنظيم ل يعني الحاضنة الرئيسية، وحقيقة يعني عدم قدرته على التعكس على الخلافات السياسية الكبيرة التي كان يحاول يعني استثمارها وتحويلها إلى قوة يعني داعمة له من خلال حقيقة كسبت كثير من أبناء بعض هذه المناطق. بالتالي هو اليوم خسر هذه الحواضن، وبكل تأكيد يعني تحول يعني هذا التنظيم وهذه القدرات الكبيرة من يعني من قوة نظامية تسيطر على مناطق إلى فلول صغيرة جدا مبعثرة منكسرة منهزمة لا تمتلك حقيقة القدرة على البقاء وعلى القدرة على المطاولة. طيب أستاذ غانم، يعني دائما المتغيرات الداخلية والخارجية يكون لها تداعيات مختلفة المستويات، كيف فرض الانتصار على داعش متغيراته داخل العراق وخارجه؟ يعني هذا الموضوع مهم جدا والسؤال جدا مهم. يعني هنالك تعرف
يعني الجناب، لكن هنالك متغيرات الداخل يعني على المستوى الداخلي، يعني هنالك تحول كبير حصل في واقع العراق وعلى مستوى تأييد النظام السياسي وعلى مستوى التحدي الذي كان يواجه النظام السياسي ما بعد 2003. لا أخفيك ولا وبكل صراحة وبكل وضوح، يعني النصر على داعش عزز الثقة بالدولة والحكومة بصورة عامة وأزال عوامل التحديات أمامها على مستوى الداخلي. أيضا يعني القوات الأمنية وعلاقتها مع المجتمعات والمناطق، المناطق التحدي صح التعبير ومناطق فقدان الثقة أصبحت علاقة متينة وقوية وتحول كبير جدا، وبالتالي هي أصبحت صهرت في حالة واحدة وصهرت في مشروع وطني واحد. وهذا بكل تأكيد أيضا يعني حقيقة أزال الكثير من اللبس على بعض المناطق التي كانت يعني حقيقة يحاول التنظيم استثمارها لصالحه، وبالتالي أنا أعتقد اليوم هذه العوامل كلها يعني أفرزت يعني رؤية وطنية وأفرزت قوة وطنية حقيقة أنتجت يعني حالة من شلون كسرت كثير من عوامل الجمود باتجاه دعم العملية السياسية ودعم النظام السياسي في العراق، إضافة إلى يعني النظرة الخارجية الدولية بالنسبة للعراق يعني تغيرت كثيرا. يعني عندما تنظر الدول سواء كانت المحيطة أو الدول الخارجية عندما تواجه حقيقة نظام كان يشك في قدرته على الاستمرار وواجه في ظرف استثنائي وحقيقة شحة مالية وواجه حقيقة يعني انتفض داخليا في كل أبنائه واستطاع حقيقة أن يكسر كثير ويعبر كثير من حواجز الانقسام ويتجه في صوب هدف كبير وهو محاربة هذا هكذا تنظيم خطير حقيقة يستطيع الكثير من الدول، يعني حقيقة لا يسقط فقط المناطق في العراق لأن قوته ليست كانت قوة قيادية هو كان يرتكز على مرتكزات كثيرة واستطاع أن يوظف. وهذا سؤالي سؤالي القادم أستاذ غانم، يعني إلى أي مدى ساهم هذا الانتصار بدحر عصابات داعش في مناطق خارج العراق؟ يعني بكل تأكيد هذا الانتصار اليوم هو يعني عندما دخل تنظيم داعش الإرهابي حقيقة كانت القوات الأمنية يعني لا تمتلك في بدايتها لا تمتلك يعني حقيقة خطة واضحة في معالجة هكذا عصابات منتشرة فلول صغيرة يعني تستخدم قوة الحركة خفة الحركة وتفتح أكثر من جبهة في آن واحد، وبالتالي يعني مع الاستمرار حقيقة يعني تمكنت القوات العراقية بكافة تشكيلاتها من أن تكتسب قدرة قتالية عالية وبالتالي استطاعت أن تكسر شوكة هذا التنظيم وأن حقيقة تفتت هيكليته وتضعف من قدرته على التعبئة وتضعف من قدرته على التجنيد الخارجي والتجنيد الداخلي وأيضا تقطع عملية وتفقده النقطة الرئيسية وهي عملية القدرة على أن تكون له نقطة ارتكاز رئيسية وأن تكون له يعني تستطيع أن تكون غرفة عمليات وسيطرة ثابتة، وبالتالي هذا التنظيم تحول إلى تنظيم خيطي يعني ضعيف جدا لا يستطيع الحركة. أيضا في يعني المقابل القوات الأمنية اكتسبت يعني قدرة قتالية لا نستطيع أن نقول يعني قدرة قتالية بسيطة وإنما قدرة قتالية عالية جدا وخبرة قد تكون هذه الخبرة لا توجد على مستوى قوات المنطقة ككل في هذه الفترة، وهذا حقيقة يعني ليست يعني استنتاج محلي وإنما هذا استنتاج يعني حسب القياسات الدولية يعني نتيجة هذا النصر وهذا التحول وهذا الارتفاع في مستوى القدرات العراقية. طيب أستاذ غانم، مستوى العالم أستاذ غانم، اليوم يعني طيلة العقد المنصرم أو العقدين الماضيين تحديدا منذ أحداث 11 من أيلول والإرهاب يأخذ أشكال عدة، بالتالي الانتصار على داعش هل مثل انتقالة أخرى من خلال تحطيم خرافته يعني كان القاعدة ومن ثم داعش وقبل مسميات أخرى؟ يعني هو التنظيم يعني هو التنظيم كان يرتكز في بداية ظهوره كان لديه نقطة انطلاق رئيسية هي أفغانستان كما تعلم، بالتالي التنظيم في تنظيم داعش الإرهابي نقل نقطة السيطرة الرئيسية ونقطة التحول الرئيسي نستطيع أن نقول هو نقلها جميعها في العراق، عمليات السيطرة وعمليات التعبئة وعمليات والإعلام وجميعها نقلها في العراق، بالتالي القوات العراقية يعني استطاعت أن تحطم جميع الهيكلية التنظيمية لهذا التنظيم، وبالتالي هذا الانكسار لم ينهي له انعكاسات على مستوى ليس داخلية فحسب
بحث بل اضعف التنظيم في الجانب السوري، واضعف التنظيم ايضا في بلاد المغرب، واضعف التنظيم حتى في داخل اوروبا. وبالتالي الدول التي تمتلك قدره استخباراتيه عاليه وخاصه الجانب الغربي تدرك مدى قدره القوات العراقيه على تحطيم هذا التنظيم وتفكيك خيوطه وحقيقة تقطيع أوصاله وإضعاف قدرته على التكوين والتراجع مرة ثانية، وبكل تأكيد تراجع خطر ليس فقط على العراق، بل كان العراق استطاع العراق أن يحطم هذا التنظيم الذي كان يهدد أو يشكل خطرا عالميا على جميع دول العالم. وبالتالي عندما تلاحظ اليوم حتى عملية التفجير التي تحصل كانت في أوروبا اليوم تراجعت بشكل كبير، وهذا يدل دلالة واضحة ويعزز الرأي الذي تبنيناه منذ بداية دخول التنظيم على أن العراق يقود يكون على رأس القوات الدولية. طيب أستاذ غانم، يعني إلى أي مدى فرضت تداعيات الحرب، سياسيا نتحدث، إلى أي مدى فرضت تداعيات الحرب على الإرهاب نظريات حتمية من قبيل يعني التفاهمات السياسية وضرورة ضمان وحدة الموقف السياسي وابتعاده عن أي خلاف يؤثر في العمق الأمني طبعا على أقل تقدير؟ يعني بكل تأكيد أنا أعتقد هنالك رؤيتين في هذا الموضوع. هنالك رؤية حكومية حقيقة تحاول أن يعني تستثمر حقيقة المنجز النصر. منجز النصر ليس منجزا أمنيا حسب، منجز النصر هو منجزا وطنيا، منجزا وحدويا، عزز الأواصر بين القوات بين أبناء الشعب العراقي حقيقة، يعني أدام زخم الثقة بين القوات العراقية وأبناء الشعب العراقي، وكثر كثير من الحواجز، غير الكثير من القناعات، زرع كثير من التصورات الإيجابية، حطم الكثير من يعني حقيقة يعني بعض التصورات السلبية التي كانت متوفرة لدى بين أبناء الشعب العراقي. وبالتالي يفترض أن تكون يعني الرؤية السياسية أن تتخذ يعني حقيقة بوصلتها الرئيسية، يعني يكون عنوان النصر هو منطلق نحو استكمال لحقيقة بناء نظام سياسي حقيقة يتوافق مع هذا التحدي الذي يواجهه العراق. لا نريد يعني نحن ندعو أن لا تكون هنالك غفلة إن صح التعبير وأن نفرط بهذا المنجزات. نحتاج إلى عملية إدامة، هذه الإدامة لا يمكن أن تتم إذا لم تكن هنالك يعني تحصل فيها نوع من عملية النصر التوافقية بين القوى السياسية، وأن تقوم هذه القوى السياسية بدعم الحكومة ورفضها لتستطيع من إكمال مسيرتها في عملية استدامة وحقيقة المحافظة على هذا المنجز الكبير الذي حقيقة يعني من الصعوبة التفريط به، لأن عملية التفريط به هو التفريط للدماء المقدسة الكبيرة. طيب، التي سارت على هذه الأرض. الأستاذ غانم العفان الخبير الأمني والاستراتيجي، شكرا جزيلا لانضمامك لطبعة اليوم. مشاهدينا فاصل ومن ثم إلى الصحافة العربية والعالمية. في الصحافة العربية والعالمية نبدأ جولتنا مشاهدينا ومن صحيفة الإهرام المصرية، ومنها رئيس البرلمان العربي يصرح مكافحة الفساد مطلب أساسي لتحقيق التنمية المستدامة وفرض سيادة القانون. نتابع. أكد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي أن مكافحة الفساد تأتي في مقدمة المتطلبات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز البناء الديمقراطي للدول، وهو ما يستلزم التصدي لهذه الظاهرة بفرض سيادة القانون وترسيخ مبادئ الشفافية والحكم الرشيد. جاء ذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 من كانون الأول من كل عام. إلى الدستور الأردنية، وقد نشرت فيها العاهل المغربي يحسم الجدل حول مجانية التلقيح ضد كورونا. نتابع. أفاد بلاغ للديوان الملكي أن الملك محمد السادس أصدر تعليماته للحكومة قصد اعتماد مجانية التلقيح ضد وباء كوفيد-19 لفائدة جميع المغاربة. وحسب البلاغ فإن هذه الالتفاتة الملكية الكريمة تنبع من العناية الملكية والرعاية الإنسانية التي ما فتئ جلالته يحيط بها كافة مكونات الشعب المغربي منذ ظهور الحالات الأولى لهذا الفيروس بالمغرب. من الاتحاد الإماراتي نقرأ فيها العراق يصرح داعش الإرهابي يستهدف بئرين نفطيتين في كركوك. نتابع التفاصيل.
أفادت مصادر بشركة نفط الشمال بكركوك بأن تنظيم داعش الإرهابي استهدف فجر أمس الأربعاء بئرين نفطيتين بعبوات ناسفة في حق الخباز النفطي غربي مدينة كركوك شمال بغداد. وأضافت أن القوات الأمنية وفرق الدفاع المدني هرعت إلى الحقل الذي يصل إنتاجه إلى قرابة 20,000 برميلا يوميا. ورجحت المصادر أن تستغرق عمليات إخماد الحريق عدة أيام. ونشر الصحيفة القبس الكويتية الحريري يعلن أنه قد قدم إلى عون تشكيلته الحكومية كاملة والجو إيجابي. نتابع التفاصيل. أعلن الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري مساء أمس أنه قدم تشكيلة من 18 وزيرا إلى رئيس الجمهورية ميشال عون. وقال الحريري عقب لقائه الرئيس في قصر بعبدة: قدمت تشكيلة حكومية كاملة من 18 وزيرا من أصحاب الاختصاص، مضيفا: إن شاء الله الأجواء إيجابية، والرئيس عون وعدني أنه سيدرس التشكيلة وسنعود ونلتقي، والأمل كبير بتشكيل الحكومة لإعادة إعمار بيروت وثقة للبنانيين عبر تحقيق الإصلاحات. إلى الصحافة العالمية، وفيها من صحيفة الاندبندت نطالع: رئيس وزراء بريطانيا يستعد لمباحثات حاسمة مع الاتحاد الأوروبي بشأن بريكسيت. تتابع. قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس الأربعاء أنه لا يزال يتعين التوصل لاتفاق جيد مع الاتحاد الأوروبي، ويأتي ذلك قبل اجتماع حاسم مقرر بين جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين بشأن ترتيبات تجارية بين الجانبين لفترة ما بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بريكسيت. أما صحيفة واشنطن بوست ومنها هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تنشر وثائق إيجابية عن لقاح فايزر بيونتك لكورونا. نتابع التفاصيل. أصدرت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية وثائق المراجعة الداخلية الخاصة بها قبل اجتماع اللجنة الاستشارية لمراقبة لقاح فايزر بيونتك المضاد لكوفيد 19 المقرر عقده اليوم الخميس، وتبشر هذه الوثائق بإمكانية حصول اللقاح على ترخيص الاستخدام الطارئ الخاص بسلامة وفعالية اللقاح. أيضا من الصحف العالمية مشاهدينا من صحيفة الديلي ميل، ومنها فرنسا تكثف مكافحتها للتطرف الإسلامي. نتابع التفاصيل. بحث الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون مع حكومته أمس الأربعاء سبل مكافحة التطرف الإسلامي في باريس، وتم طرح تصور للتغيرات من أجل تسهيل حل الجمعيات التي تشكك في القيم الفرنسية، بالإضافة لفرض عقوبات على من يهدد ضباط الأمن أو يرهبهم. وقال رئيس الوزراء جان كاستكس عقب اجتماع مجلس الوزراء: هذا النص ليس نصا مناهضا للاتيان. الختام مشاهدينا في العالمية من صحيفة ذا تيليغراف، ومنها بولندا والمجر تتواصلان الاتفاق مع ألمانيا بشأن الخلاف حول موازنة الاتحاد الأوروبي. نتابع التفاصيل. قال نائب رئيس وزراء بولندا ياروسلاف تشوين أمس الأربعاء أن بلاده والمجر توصلتا لاتفاق مع ألمانيا بشأن موازنة الاتحاد الأوروبي طويلة المدى المقترحة التي رفضتها وارشو وبودابست. وأضاف جوين: في وارسو تم التوصل لاتفاق داخل مثلث وارسو برلين بودابست، يذكر أن ألمانيا تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي. وفي أخبار المالي والأمال مع صحيفة القبس، ونقرأ فيها: بوتين يؤكد اهتمام روسيا الكبير بالوضع في أسواق النفط العالمية. نتابع التفاصيل. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اهتمام بلاده الكبير بتطور الوضع في أسواق النفط العالمية، مطالبا نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك بتقديم تقرير عن مباحثات تحالف أوبك. وقال بوتين خلال اجتماعه مع أعضاء الحكومة الروسية أمس الأربعاء:
أود أن أطلب من ألكسندر نوفاك أن يقدم تقريرا إلى جميع الزملاء حول كيفية سير العمل مع شركائنا داخل التحالف أوبك، مع الأخذ في الاعتبار أن هذا المسار هو الأهم بالنسبة لنا. من صحيفة الاقتصادية السعودية نقرأ فيها: بريطانيا تعلق الرسوم الجمركية على سلع أمريكية لتخفيف خلاف تجاري. نتابع التفاصيل. قالت وزارة التجارة البريطانية أن بريطانيا ستعلق بدءا من الأول من كانون الثاني رسوما جمركية فرضتها على سلع أمريكية ضمن نزاع بشأن دعم طائرات، واصفة الخطوة بأنها محاولة لخفض تصعيد نزاع مدمر في التجارة الدولية. ويعد هذا القرار أول انحراف لبريطانيا عن سياسة الاتحاد الأوروبي التجارية، حيث يبدأ سريانه في يوم استكمال خروج بريطانيا عن القواعد واللوائح التنظيمية للتكتل، ويشير إلى طموح إقامة علاقات أوثق مع الولايات المتحدة. من صحيفة اليوم السابع: واتساب يتيح لمستخدميه خاصية جديدة للتسوق من خلال التطبيق. نتابع التفاصيل. ذكرت شركة واتساب التابعة لفيسبوك أنها ستتيح لمستخدميها خاصية جديدة، وهي عربات التسوق لشراء احتياجاتهم من خلال التطبيق. وأضافت واتساب عبر مدونة للإعلان عن الميزة الجديدة المتوافرة في العالم أن عربات التسوق ستمكن الأشخاص من تصفح كتيبات للبيع واختيار منتجات عدة وإرسال طلبياتهم على شكل رسالة واحدة. ومن صحيفة النهار نقرأ فيها: قريبا تويتر يتيح لك تقييد الردود على التغريدات للمتابعين. نتابع التفاصيل. أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي مكانا خصبا للمضايقات عبر الانترنت، ولم يكن تويتر محصنا ضد مثل هذه الممارسات غير اللائقة، مما دفعه إلى تقديم أدوات يمكن أن تساعد في تقليل الفوضى التي لا داعي لها في الردود على التغريدات. وللمضي قدما في هذا النهج، يقال إن تويتر يعمل الآن على طريقة للسماح بالردود من متابعيك فقط. من صحيفة الدستور الأردنية: مدير مجموعة أكسفورد يصرح لقاح أسترانيسكا يستطيع السيطرة على وباء كورونا. نتابع التفاصيل. كشف البروفيسور أندرو بولارد مدير مجموعة أكسفورد للقاحات أن لقاح كورونا سيكون قادرا على المساعدة في السيطرة على الوباء، ولكن فقط إذا تمت الموافقة عليه وتصنيعه وتوزيعه في جميع أنحاء العالم على نطاق غير مسبوق. وأضاف: تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن فاعلية لقاحنا تتجاوز الحدود التي حددتها السلطات الصحية، وقد يكون له تأثير محتمل على الصحة العامة. ومن أخبار الصحة، كتب الصحيفة البيان الإماراتية: تحليلان لعلماء وخبراء أمريكيين يؤكدون سلامة لقاح فايزر. نتابع التفاصيل. قالت مصادر إن نتائج تحليلين لعلماء وخبراء أمريكيين أكدت أمان لقاح فايزر بيونتك، مشيرة إلى أن اللقاح يقلل خطر الإصابة بالفيروس بعد أسبوع على الأقل من الجرعة الثانية، وهو يتطلب جرعتين من أجل الحماية الكاملة. من جهة أخرى، أعلنت هيئة الخدمات الصحية البريطانية أن فعالية اللقاح الأمريكي ستظهر بشكل حاسم بدءا من الأسبوع المقبل بعد أن تلقى المواطنين الجرعات الأولى الثلاثاء، حيث يكتسب الجسم مناعة حقيقية من الفيروس بعد 7 أيام من الحصول على الجرعة الأولى، وتزداد فعالية اللقاح مع تلقي الجرعة الثانية. ومشاهدينا الخوف في موضوع الصحة، ينضم معنا الدكتورة شيماء الكمالي، عضو الفريق الإعلامي لوزارة الصحة. حياك الله دكتورة، ونبدأ معكم بمتابعتكم للدوام في المدارس والجامعات. كيف تجدون الالتزام بالإجراءات الوقائية في المؤسسات التعليمية؟ صباح الخير حضرتك، وشكرا على هذه الاستضافة الكريمة.
بداية الالتزام إلى حد الآن نوعا ما جيد، صحيح أكل بعض بعد غير ملتزم خصوصا من طلاب الكليات الصراحة والجامعات المدارس الابتدائية والثانوية، أكو التزام جدا قوي بهذا الموضوع وأكو متابعة من قبل الكوادر التعليمية، فهذا نشوف أكو التزام بنسبة أعلى، لكن شوي غياب المعاهد الكليات هو اللي عندنا قلة بالالتزام بالتوجيهات والتعليمات من ناحية ابتداء الكمامات ومن ناحية التباعد الاجتماعي. طبعا نتمنى من عندهم اتباع التعليمات بصورة أكثر وأكبر لحفاظا لسلامتهم وسلامة الجميع. طيب يعني دكتورة، من خلال رصد المختصين يؤكدون على وجود تراجع في الالتزام بالإجراءات الوقائية في أماكن مختلفة، برأيكم ما أسباب ذلك؟ أنت مثل ما تعرف الجائحة هي صار لها هواية، يعني إحنا صح الآن الدراسي بدأ هسه، بس تقريبا الجائحة حيصار لها سنة، يعني فالناس والمجتمع كل بعض من عندهم مل من هذا الموضوع، يعني بيشوف إنه الإصابات موجودة ومستمرة في جميع أنحاء العالم، بالإضافة لأنه كثيرين للأسف إلى حد هذه اللحظة ما يعون لي مدى خطورة كورونا، فلذلك بيصير عندنا هذا التراجع، لكن نتأمل أنه الأيام القادمة يكون العكس، لأنه بصراحة حتى بوجود اللقاح حتى بوجود العلاجات يبقى الوقاية خير من العلاج، تبقى الإجراءات والالتزام بالإجراءات الوقائية هو الأساس والحجر الأساس بالحماية من الإصابة بفيروس كورونا. طيب دكتورة، يعني رجوعا للموقف الوبائي هناك انخفاض ملحوظ بنسبة الإصابة، يعني ما العوامل الرئيسية لذلك من وجهة نظركم؟ أنت تعرف يعني وحدات وزارة الصحة والجولات الميدانية للكشف واستقصاء الحالات، هذا بحد ذاته يعتبر دور مهم في الكشف عن الحالات والعزل لها ومتابعتها، فبالتالي راح يقلل من عدد الإصابات، بالإضافة إلى كثرة المستشفيات ووحدات العزل اللي تم فتحها خلال الفترة الماضية، أدى إلى أنه كل حالة راح تأخذ علاجها بصورة صحيحة وتكون بمعدل عن باقي أفراد العائلة والتواصل، وبالتالي قدرنا أنه الحمد لله نحدد أو نحد من كثرة الإصابات، لكن بعد التحدي موجود ما زال موجود خصوصا ببداية فصل الشتاء. طيب دكتورة، اليوم انخفاض وارتفاع درجات الحرارة يشكل يعني مشكلة اليوم في البلد؟ والله هو شوف يعني انخفاض درجات الحرارة هو بيشكل أزمة في كل أنحاء العالم، احنا صحيح خلينا نقول العراق حاليا يعتبر بعدد الإصابات قليلة واكو تحسن وزيادة بنسبة الشفاء، لكن احنا ننظر لسير الفيروس من ناحية عامة في كل بلدان العالم، ففي كل بلدان العالم اكو انحدار خطر واكو زيادة بارتفاع معدلات الإصابة، زيادة بنسبة الوفيات مع انخفاض درجات الحرارة، لذلك هذا يخلي كل العالم بقلق بهذا الموضوع من ضمن العراق، يعني احنا لذلك نوصي دائما انه لازم نبقى حذرين، نبقى ملتزمين بتعليمات الوقاية، لان ما نقدر نتوقع سير الفيروس وممكن الاسبوع القادم شنو الوضعية او اللي بعدها. دكتورة، يعني اليوم العراق يعني وزارة الصحة وخلية الأزمة الحكومة، هل حددت من أي دولة ممكن أن نأخذ اللقاحات، من أمريكا، من الصين، من روسيا، أيهما الأقرب للعراق؟ لا حتى الآن ما نقدر أن أصلا نحدد، أول شيء لازم الاعتمادية هي الأساس الأول، واعتماد منظمة الصحة العالمية على اللقاح الأفضل والأول، هاي أول نقطة، والنقطة الثانية أكيد اللجنة الاستشارية المسؤولة في وزارة الصحة هي اللي راح تقرر ايضا اي نوع من اللقاحات راح يتم دخوله اولا الى العراق. طيب دكتوره شيماء، يعني اليوم مع توفر هذا اللقاح برايكم هل سيقضي على هذه الجائحه ام سننتظر نتيجه التجارب، نتيجه الابحاث، نتيجه ما يتم تطبيقه على البشر، لربما نشوف النتائج الوقايه ستبقى ايضا مع وجود لقاح فايزر او غير لقاح فايزر؟ دكتورة شيماء تسمعيني؟ دكتورة شيماء الكمالي عضو الفريق الإعلامي لوزارة الصحة، شكرا جزيلا لانضمامك لطبعة اليوم. إلى أخبار الثقافة والفنون، كتب الصحيفة الرأي القطرية العثور على نقش بالأبجدية الليبية القديمة في الجزائر، تتابع التفاصيل.
أعلنت وسائل إعلام جزائرية اكتشاف منحوتة نقش عليها بالأبجدية الليبية القديمة في أحد المواقع الأثرية بولاية باتنا الواقعة شمال شرق البلاد. وقال مدير الثقافة والفنون الجزائري عمر كبور إن المنحوتة الليبية قديمة عثر عليها في موقع قرقور الأثري بالصدفة في بلدية سريانة بولاية باتنا. من أخبار الثقافة والفنون، كتب الصحيفة الأهرام المصرية الشقيق كاظم الساهر يوثق حياة النجم الغنائية والعائلية في كتاب جديد، نتابع التفاصيل. كشف حسين جبار شقيق الفنان العراقي كاظم الساهر عزبه نشر كتاب يتناول تفاصيل من حياته الأخير وأسرته، وقال عبر حسابه على فيسبوك: أكملت منذ سنتين كتابي الموسوم كاظم الساهر وعائلته، ويضم أكثر من 400 صفحة كتبته بكل صدق وأمانة وإخلاص وموضوعية. وبعد ويعد جلسات مع كاظم تجاوزات حيث تجاوز 50 جلسة. من الأخبار المنوعة مشاهدين، اخترنا لكم ما نشرته صحيفة الرؤية الإماراتية. معمرة أمريكية صاحبة إرادة حديدية تعافت من كورونا مرتين بعد إصابتها بالسرطان، نتابع التفاصيل. رغم تجاوز عمرها 100 عام، لكن المعمرة الأمريكية أنجلينا فريدمان استطاعت تجاوز المصائب والكوارث التي مر بها العالم خلال القرن الماضي، حيث عايشت الحرب العالمية الثانية وعانت من الإصابة بالسرطان والإنفلونزا الإسبانية، وكان آخرها إصابتها بفيروس كورونا كوفيد 19 مرتين هذا العام، وتمكنت من التعافي أيضا منهما رغم بلوغها 100 عاما. ومن صحيفة اليوم السابع المصرية: بريطاني يخسر جائزة بأكثر من 1,000,000 استرليني بعد تغيير زوجته أرقام اليانصيب، تتابع التفاصيل. خسر بريطاني رهانا قياسيا بقيمة 7,500,000 جنيه استرليني، حيث كان من الممكن أن تتطابق اختباراته واختياراته مع جميع الأرقام الخمسة الرئيسة ليفوز بالجائزة الكبرى لليانصيب، وذلك قبل أن تقوم زوجته بتغيير تركيبة الأرقام دون علمه. إلى أخبار الرياضة مشاهدينا، حيث نشر الصحيفة النهار: مورينو يصرح تستهدف تصدر مجموعتنا ومانشستر يونايتد بإمكانه الفوز في اليوروبا ليج، نتابع التفاصيل. أكد البرتغالي جوزي مورينو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي أن فريقه يستهدف تصدر مجموعته في بطولة الدوري الأوروبي قبل مواجهة أنتويرب البلجيكي في الجولة 6 والأخيرة من دوري المجموعات من البطولة في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب توتنهام. وقال مورينو خلال المؤتمر الصحفي للقاء: لقد قمنا بعملنا في دوري المجموعات، اليوم قد نفعل عملا أفضل وقد نفعل عملا أسوأ، مع وجود 2,000 مشجع على أرضنا نستطيع تصدر المجموعة. نشر الصحيفة القدس العربي الكشف عن سبب استمرار أزمة كومان مع لاعبي برشلونة، نتابع تفاصيل هذا الخبر. كشف الصحيفة سبورت الكتالونية عن وجود حالة من الغضب بين لاعبي برشلونة داخل غرف خلع الملابس، ويرجع ذلك لاعتراضهم على التشكيل الذي يدفع به المدرب الهولندي رونالد كومان في الفترة الأخيرة. وقال بعض عناصر الفريق أن المدرب الهولندي يتبع خطة كيكي ستين الذي كان يتبعها والتي أدت إلى نتائج كارثية، بالإضافة إلى الأزمة الأكبر في النادي وهي رغبة ميسي في الرحيل عن الفريق. مشاهدينا، نذهب إلى الكاريكاتير لكن بعد الفاصل.
مشاهدينا الختام، الشكر لزميلة فريال لقراءتها التقارير، وأيضا الشكر موصول لفريق الإعداد والمخرج عامر ماجد. شكرا جزيلا لكم، والملتقى إن شاء الله في الأسبوع المقبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.